مرحبا، معكم فاتنة جلمبو، District Family Engagement Facilitator HEB ISD. هذا عرض سريع إلى طريقة التواصل التكنولوجي للتعليم عبر الإنترنت باستخدام كانفاس للصفوف ما قبل الروضة بريكي إلى الصف الثاني باستخدام جهاز الآيباد. سنعرض أيضا عرضا آخر للصفوف الصف الثالث إلى السادس باستخدام الكروم بوك. أهلا وسهلا بكم، تفضلوا معنا. كما ترون هذا هو الآيباد وهذه هي أجزاء الآيباد، سأترككم معها حتى تتعرفوا عليها بعد أن نشغل الجهاز. طبعا أهم شيء نعرف الهوم باتن، الزر اللي تحت هذا يعتبر هوم، دبل كليك عليه دائما وين ما بنكون بنعمل عليه دبل كليك، يعني مرتين نضغط عليه علشان ترجع لنا الصورة إلى الصفحة الرئيسية اللي هي الهوم بيج. طبعا أهم شيء نعرف أين مكان الصوت والتطبيقات، طبعا هذه كلها اللي بالنص، مكان سماعة الهيدفون، طبعا الكاميرا المايكروفون وهكذا. تطبيق كلاس لينك. كلاس لينك هو الصفحة الموحدة لمنطقة HEB ISD، يطلق عليها اسم SSO Single Sign On. يعني لما بتوقع في كلاس لينك ما بتحتاج بعد هيك وساين ان، خلص هو بيحفظ معلومات الطالب وما فيش داعي انه بعد هيك يصير يوقع مرة تانية، طبعا الا اذا طلع منه بشكل خاطئ او شغلة، بس دائما سيحتفظ بمعلوماته. فاول ما رح يطلع له هاي الشاشة رح يذهب الى هذا التطبيق اللي هو لونه الغيمة البيضاء جوا مربع ازرق، هذا هو الكلاس لينك. بالغالب سيطلب اليوزر نيم والباسورد. اليوزر نيم والباسورد حيكون اليوزر نيم والباسورد نفس الشيء، اول حرف من الاسم الاول والاخير بالاضافه لرقم هويه الطالب او هو نفسه رقم اللانش. طبعا هويه الطالب ما بتتغير طول ما هو في HEB بضلها نفسه، سواء بريكي ولا 12 جريد نفس الرقم. بعدين كلمه المرور اللي هي الباسورد نفس الشيء، الانيشلز زائد الستودنت اي دي نمبر اللي هو اول حرف من الاسم الاول واول حرف من الاسم الاخير بالاضافه الى رقم الهويه. اذا طلب منا الايميل ساعتها بنكتب first name last name مع بعض بدون فراغ at student.hebisd.edu كما هو موضح في الصورة. كما ذكرت بعد أن نضغط على class link ستفتح لنا هذه الصفحة، ستفتح لنا هذه الصفحة اللي على الناحية الشمال. ساعتها بنضغط على sign in with ADFS. So ADFS بنضغط عليها بيطلع لنا الصفحة رقم 2 اللي هي على اليمين. ساعتها بندخل فوق اليوزر نيم وتحت نستخدم كلمة المرور ونفس الشيء بيكونوا ولور كيس. على فكرة كلمة المرور يعني مثلا فاتنة جلمبو هحط FJ، هكتب F صغيرة وJ صغيرة واكتب الرقم الدخول. قد وليس أكيد تظهر لك هذه الصورة Enable Auto File. ساعتها كل ما عليكم فعله فقط كليك على Skip تخطي، نضغط على التخطي. أضيف أيضا كما ذكرت أول مرة لما وقعنا على Class Link وقعنا بال First Name Last Name at student.hebisd.edu أو اللي هو اليوزر نيم اللي هو الحرف الأول من الاسم الأول والحرف الأول من الاسم الأخير ورقم الهوية الطالب، صح؟ مظبوط. ناو إذا أردت أن تدخل إلى جوجل درايف أو إلى جوجل ميت فإنه يطلب منك إثبات أيضا أن الذي يستخدم جوجل درايف أو جوجل ميت هو الطالب وليس غير الطالب. طبعا نتكلم على الأجهزة الشخصية التي تنتمي إلى الأسرة، يكون فيها حسابات أخرى لأفراد العائلة، ولكن جهاز المستخدم لـ HEB ISD سيطلبه مرة واحدة وسيحتفظ بالمعلومات. لما ندخل مرة تانية على جوجل ميت أو جوجل درايف بس ندخل اليوزر نيم والباسورد ما رح يطلبها منا بالمستقبل كمان مرة، بس بطلبها أول مرة. ماشي الحال؟ كذلك الحال لسيسا نفس الشيء، لو رحت على كانفاس وحاولت تدخل على سيسا من هناك برضو رح
لازم تروح على كلاس لينك وتوقع من هناك الدخول. طبعا هذا لحفظ للتأكيد أن من يستخدم جوجل درايف أو جوجل ميت هو الطالب، وغير مسموح لغير الطالب باستخدام هذه الأمور. ولكن من أين آتي بكلمة المرور؟ اللي هو طبعا في كثير من الطلاب قد لا يعلمون رقم الهوية لهم. أرسلت HEBISD للعائلات رسائل بريدية بتاريخ أغسطس 5 أرسلت فيها معلومات تحقيق الطالب في الإيميل أو دخول الطالب في كلاس لينك. ابحثوا عن هذا الإيميل في سلة الإنبوكس أو في سلة مهملات البريد. طبعا إذا حطينا ومتأكدين إحنا حطينا الرقم صح، الحرف الأول من الاسم الأول والحرف الأول من الاسم الأخير واللانش نمبر كله مظبوط وستيل ما بيشتغل، ساعتها رح نبعث لهذا اللينك، بنضغط عليه وبنبعث للهيلب ديسك سؤال وبنقول لهم please reset my password. ماشي الحال؟ وهذا اللينك بحاول أضغط عليه هلأ بس ما رح يشتغل معي، بس حضرتكم بتضغطوا عليه رح يفتح لكم فورم بالجوجل فورم، بتعبوا الفورم وبترسلوا وهم رح يردوا عليكم بأسرع وقت ممكن. وشكرا لصبركم، أنهم كتير عندهم ضغط. شكرا لكم. والآن نأتي إلى كانفاس في كلاس لينك. طبعا يجب أن نفتح كانفاس مش من الجوجل سيرش، نفتح نبحث عن اللوجو تبعه، شكله مثل نص البيتزا، نضغط عليه ويفتح مباشرة. لا نريد أن ندخل مرة أخرى معلومات الساين إن، اليوزر نيم والباسورد، لا نحتاجها. يفتح لنا على طول على الداشبورد، وساعتها بنروح بعدها على الكورسز. سنعمل عرض آخر نكتب فيه أو أشرح فيه How to navigate in Canvas، يعني كيف نبحث، كيف نشتغل على Canvas في شريط فيديو آخر. طيب ما هو Canvas؟ Canvas هو platform، نظام أو system يدير منهاج يدعم التعلم عبر الإنترنت. برنامج رائع الحقيقة، يسمح للمعلمين بنشر الدرجات والمعلومات والواجبات عبره. HEBISD تستخدم هذا البرنامج، والطلاب والمدرسين يستخدمون هذا البرنامج لتقديم دروس متزامنة synchronous أو غير متزامنة asynchronous. المتزامنة يعني live، يكون في الجدول يمشي الطالب على الأوقات المحددة، يدخل الطالب ويحضر الدرس ثم يخرج ويعمل بنفسه. طبعا كل مدرس له رابط جوجل ميت مختلف عن المدرس الآخر، فيجب أن يدخل لكل معلم حتى يذهب إلى حصته. طبعا الجدول مكتوب بيكون عند الطالب موجود في كانفاس. أول ما بيفتح الطالب على كانفاس رح يطلع له الداشبورد اللي فيها شكلها مثل الكروت بطاقات. طبعا كل بطاقة عبارة عن كورس مادة مفروضة على الطالب. طبعا المدرس ايضا عن طريق كانفاس يستطيع تحديد كم من الوقت مضى هذا الطالب في عمل هذا الواجب. ماشي الحال؟ طيب نذهب الى الصفحة التالية. جوجل ميت من خلال كلاس لينك كما ذكرت سابقا. طبعا في بعض زيادة accreditation بدهم يتأكدوا انه الذي يستخدم حساب جوجل ميت هو الطالب. تذكروا قلت هناك sign in كمان مرة. هلأ اذا بدنا نروح على جوجل ميت مباشرة من كانفاس ونبدأ نروح على جوجل ميت ما رح يخلينا، لازم اول مرة نروح على كلاس لينك ونضغط على جوجل لينك ونعمل sign in كطالب، بعد ذلك نرجع مرة تانية على كانفاس وساعتها بنقدر ندخل على الجوجل ميت وبيشتغل. أما لو دخلنا مباشرة على جوجل ميت من كانفاس قبل ما نفعله من كلاس لينك فلن يعمل جيدا أو حتى لن يعمل نهائيا. ماشي الحال؟ طبعا كما ذكرت كل مدرس له جوجل ميت منفصل عن الآخر. قد يطلب بعض المدرسين أن تضع كود ويرسله لك،
وبعض المدرسين لا يطلب كود أو شفرة، ساعتها بنفتح على طول بيفتح لنا اللايف لسن. طبعا كما ذكرت هذا جوجل ميت كلها لايف لسنز، وبتكون مجدولة في البرنامج الذي يتبعه الطالب. كما ذكرت في السلايد السابق، لو حاولنا ندخل إلى جوجل ميت من كانفاس مباشرة من المادة فلن نستطيع. كيف نوقع في كيف نذهب إلى الكلاس لينك؟ عندكم طريقتين، إما هتلاقي فوق على الشمال في الأعلى ستجد هذه العلامة السوداء كلاس لينك مكتوبة بالأسود والساعة، نضغط عليها، هذه ستخرجنا إلى كلاس لينك وساعتها بنوقع وبندخل بنحط الأكريديتيشن تبعت الطالب اليوزر نيم والباسورد، أو ساعتها بنروح على الهوم باتن اللي هي تحت الصفحة تحت على الآخر، بنعمل دبل كليك عليها وهي ساعتها بتودينا على الكلاس لينك وبنعمل العملية، بنرجع مرة تانية على كانفاس وبنصير ندخل على كل كلاس individually وبنتمكن من فتح كل رابط على حدة وما رح نحتاج نعمل هالشيء مرة أخرى. طبعا كما ذكرنا مرة أخرى لن تستطيع الذهاب إلى جوجل ميت إلا عن طريق أن تكون أن يكون المستخدم هو الطالب. طيب إذا واجهتك مشكلة ترى مقطع فيديو لكن لا تستطيع الانضمام إلى الاجتماع، ماذا أفعل؟ تحقق من حساب البريد الإلكتروني في الجزء السفلي من الشاشة، تأكد أنك أنت موقع وداخل في اسمك كطالب اللي هو الأكاونت تبعك الستودنت أكاونت موجود اسمك وليس اسم أي أحد أفراد العائلة الأخرى كما ذكرت لأنه هذا غير مسموح. طبعا بإمكانك تعمل طريقتين، إما أن تعمل سويتش أكاونت، طبعا هذا على فرض أنه الأكاونت تبع الطالب أيضا موجود والأكاونت تبع الوالد مثلا أو الوالدة أيضا موجود، فساعتها بنعمل تحت موجود عنا بالأسفل سويتش، لما بنعمل سويتش بطلع بتروح على الأكاونت الآخر اللي هو الذي ينتمي إليه الطالب. إذا ما لقينا أبدا الأكاونت تبع الطالب ساعتها بنعمل add another account وليس create account. create account كأنك بدك تعمل أكاونت جديد، طبعا أنت already الأكاونت تبع الطالب مخلوق ومعمول وخالص من HEB هي اللي صنعته، وهلا أنت كل اللي عليك بس إنه add another account. so you're gonna add another account وبتحط ساعتها ال first name وال last name at student.hebisd.edu. طبعا في حالة انك يطلب منك اسم المستخدم بالغالب بيطلب الايميل، في حالة جوجل حيطلب منك الايميل والباسورد، طبعا حتكتب له هو الحرف الاول من الاسم الاول والحرف الاول من الاسم الاخير طبعا lower case، وبنحط جنبهم الرقم هوية. ان شاء الله يكون ما في معنى إشكال بعد هيك. أيضا نكمل المشكلة، أرى مقطع من فيديو الاجتماع لكن لا أستطيع الانضمام إليه، ذكرت سابقا أنه يجب أن نتأكد أننا قد وقعنا في حساب الجوجل الطالب، والآن قد تظهر لنا شاشة أخرى وهي أن نوقع في ندخل في الجوجل تبع HEBISD حساب HEBISD، ساعتها مش راح ندخل الإيميل راح ندخل اليوزر نيم والباسورد، سوف يطالبك أيضا بالانضمام إلى المكالمة الهاتفية، كل هذه اللبكة ستذهب ولن تضطر إلى القيام بذلك مرة أخرى فقط مرة واحدة. الآن يجب أن تكون قادرا على النقر فوق Join Meeting الانضمام إلى الاجتماع وليس Present. مرة أخرى للصفحة الثالثة، أرى صفحة غريبة، نحاول أن ندخل إلى جوجل ميت وظهرت لنا هذه الصفحة، ماذا نفعل؟ يحتاج جوجل ميت أيضا التأكد والعثور على البريد الإلكتروني لطفلك لطفل HEBISD. ما علينا إلا نرى هنا العلامة الخضراء فوق جوجل ميت
جنبها ثلاث أسطر صغيرة فوق بعض، ننقر عليها لتحقق أنه لما عندما ننقر عليها نبحث عن الأكاونت تبع الجوجل أكاونت تبع طفلنا اللي هو الـ HEBISD account ونضغط عليه. إذا لا نرى، إذا كنا لا نرى البريد الإلكتروني للطفل، ساعتها نضيف الحساب الإلكتروني للطفل. وكيف؟ أيضا نرجع إلى السلايد 11 والسلايد 12 اللي هي اليوزر نيم والباسورد، نفس النظام نفس السيستم. وكما واجهنا مشكلة في جوجل ميت في كانفاس، أيضا سنجد أيضا هذه المشكلة فقط مرة واحدة، المشكلة مرة واحدة. سيسا، إذ بعض المعلمين بيطلبوا من الواجب من الطلاب واجبات يعملوها مرتبطة في بسيسا، لما يدخلوا حاولوا يدخلوا على سيسا من كانفاس لن يفتح لهم، سيواجهون مشاكل، بدهم برضو يتأكدوا إنه هذا هو الطالب الذي بيحاول يفتح سيسا. في عنا طريقتين، أحدها إنه الواحد نروح على الهوم باتن نضغط عليها دبل كليك، وساعتها بنروح على السكرين على الهوم ونبحث عن شعار اللوجو تبع سيسا وشكله مثل البابيونة، وبالأزرق هنا تحت عندنا كمان هنا هاند اوت بتدلنا على كيف نتبع الخطوات حتى ساين ان تو سيسا، وبعدين بنرجع مرة تانية على كانفاس وبنعمل الواجب، وما رح نعمل هيك بالمستقبل، فقط أول مرة. طبعا كما ذكرت لما بنضغط على سيسا من كانفاس ساعتها بيطلع لنا هذا الشكل. بعض الأولياء الأمور طبعا حاول يروح عن ام ستودنت وساعتها بيطلع له أشياء غريبة. فكما ذكرت ممكن نروح على الزر تبع الدبل كليك على الهوم باتن وبنطلع على على الهوم سكرين وبنبحث على الشعار، أو بدون ما نطلع ننظر إلى الأعلى على الشمال هناك مكتوب عليه كلاس لينك، نضغط عليها ساعتها سترسلنا إلى صفحة كلاس لينك، وهناك ندخل إلى سيسا ننقر عليه ونضع الكريدنشال تبعت الستودنت اللي هي اليوزر نيم والباسورد بمشي الحال. وطبعا كما ذكرت ممكن أحيانا يستيل بده كود، ساعتها يا إما المدرس بيكون أرسله لأنه نشيك البريد، أو يا إما بنطلب نبعت للمدرس إيميل، وموجود طبعا الكونتاكت انفورميشن تبعته، موجود الايميل ورقم التليفون كله موجود في الداشبورد تبع كانفاس. وطبعا احنا لما بنحضر كمان الحصة مع الطالب مع المدرس اللايف ممكن برضو نسأله خلال هذا الوقت. للعلم نحن عملنا هذا أيضا التسجيل لايف، فكان بإمكان أي أحد أن يسألنا سؤال، والآن أيضا الباب مفتوح للأسئلة، نسأل المعلم، اتصلوا علي برضو رقم تليفون المكتب 817-399-2191. وطبعا أنا عندي صفحة على الفيسبوك اسمها Families of HEBISD، اسمها Families of HEBISD، بإمكانكم تعملوا لايك وفولو، وفي هذه الصفحة أضع الكثير من الإعلانات الطيبة لأولياء الأمور التي تفيدهم. شكرا لكم وبالتوفيق بإذن الله لكم ولأبنائكم، ودمتم سالمين، مع السلامة.